الثاني أعلنت أورافاكس شركة الأمريكية أنها ستبدأ قريبا تجارب سريرية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على شكل أقراص، موضحة أن اللقاحات التي يتم تناولها عن طريق الفم لها الكثير من المزايا مقارنة باللقاحات التي تعتمد على الحقن، وهي موجودة في بعض الأمراض الأخرى، وقد يستغرق الأمر عامان أو أكثر قبل أن يتم السماح باستخدامها. صراحة أنا أسعدني هذا الخبر وفكرة أنه هو يتحول من بدل الحقن وإبر، يعني إذا كانت تامبلت أو حبوب فهذا معناه أن أنا أقدر أخذها في البيت، أقدر أخذها من أي مكان، وهذا هيسهل العملية جدا جدا جدا. حقن يعني لازم أروح لمستوصف أو أروح لدكتور يقوم بهذه العملية، ويمكن نستمر كثير في عملية اللقاح، فكونها تكون تامبلت أو حبوب فهي أفضل. وأنا أشوف كثير من بعض الفيروسات والإنفلونزا اللي ناخذها الآن إحنا ناخذ لها الحبوب العادية، فصراحة خبر جيد جدا. خلوني أخذكم